افتح قوس ادخل داخل اف اكس، واضح؟ هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه جي افتح قوس اف اكس ايش تساوي لي؟ زائد اكس زائد 4 زائد 4 زائد اكس زائد 4 4. احنا طلبه مدرسة الزهور للبنين نداوم ومدرسين يداومون بدون راتب، سووا اضراب اكثر من مره بس للاسف الحكومه ما استجابت، وهسه مضطرين هم يداومون بدون رواتب. ناشد الحكومه والمسؤولين ينطون رواتب لاساتذتنا حتى ندرس بشكل افضل. انت كطالب شنو الاحتياجات اللي تحتاجها؟ والله يعني مو قرطاسيه الدفاتر الغيرها، و يعني المدرسين يعني ابسط شيء القلم عندك يحتاج يكتب ما متوفره، يعني على الوالي ينطون الرواتب للمدرسين، هذا يعود يعني احنا لنا للطلبه بشكل اكبر. احنا منتسبين لمتوسط الزهور قمنا بعمل يعني اعتصام لمده يومين، اضطرينا ان نعاود للدراسه ولمصلحه الطلاب ولمصلحه مدينتنا حتى رجع الحياه لهالمدينه. احنا صار لنا 3 سنوات بدون راتب، وصار لنا 5 اشهر بعد التحرير ايضا رواتبنا متوقفه. اكو ناس تطلع رواتبهم بشهر الثاني، والمباشرين بشهر ال 12 رواتبهم ما طلعت لحد الان. احنا ناشد الحكومه المحليه وناشد مجلس المحافظه بأن يتابعون هذا الموضوع، وناشد مدير عام تربية نينوى بأنه هو يشرف على العملية شخصيا لغرض صرف الرواتب للمدرسة. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن مثل تلك الأمور، بأن نتكلم في ظهر الغيب عن غيرنا من الناس، كما تعالى ينهانا أيضا في الإسراف والتبذير سواء في المال أو في الماء أو في كل ذلك من احتياجات الحياة، هذا محرم. الإضرابات اللي صارت بمدارس الموصل رحنا قابلنا مسؤولين بالموصل، وقابلنا الأستاذ حسن العلاق نائب المحافظ، وقابلنا أيضا اجتمع بينا الأستاذ بشار الكيكي رئيس مجلس المحافظة، وتناقشنا بأمورات الراتب وبأمورات اللي تعيق عملنا، ورغم كل المصاعب اللي كان نقاسيها وصلنا إلى مرحلة أو وصلنا إلى نتيجة العفو بأن نستمر بالعمل، لكن مقابل أنه المسؤولين عننا الحكومة المحلية والتربية يتابعون مشكلة الرواتب اللي هي تعتبر العصب اللي يمشي الحياة المدرس بعد معاناة 3 سنوات بظل حصار وحكم العصابات الإجرامية اللي كانت تسيطر على الساحل الأيسر، وإن شاء الله زالت، وأيضا الزول إن شاء الله عن قريب بسواعد الأبطال بالقوات المسلحة بكافة صنوفة من الموصل، وينتهي الإرهاب بصورة عامة. لكن عندنا بعض القضايا اللي حاليا قمنا بها وساعدنا حتى نمشي العملية التربوية حال بقية المدارس وبقية مدراء المدارس، قمنا بتصحيح الجامعات على حسابنا الخاص، وبتصحيح الجامعات أيضا بالنايلون، غلفنا الجامعات بالنايلون ونظفنا المدرسة ايضا بالطريقه اللي نشوفها واللي امكانيتنا اللي يتحدد لنا بها. المدرسين بصوره عامه مستعدين ان يواصلون ويواكبون العجله وعجله التعليم. لكن يريدون بالمقابل حقهم، وهذا حق مشروع بالنسبه الى الرواتب المدخره والرواتب اللي مستحقيها حاليا. لأن قسم من إدارات المدارس أو قسم من المدرسين أو أغلبيتهم إذا ما كلهم لحد اللحظة هاي ما مستلمين أي أجر، ورغم ما 6 أشهر صار قسم منهم من عمل المباشرات مالهم ولحد الآن ما جانا أي شيء، والحجة بأنه الأمن الوطني
والحجة بأنه تتأخر بالأمن الوطني، بينما اللي دا نشوفه بأنه وزارتنا الوحيدة أو قسم من الوزارات هم فقط المديرية العامة لتربية اثنينه هم فقط المتأخرين، وغير الدوائر الرواتب كلها استلموها. تقريبا 90% من طلبتي غطوا بالقرطاسية من الكتب المقررة، جو تمام على شكل وجبات. بصفتي كمدير مدرسة لازم أتابع، وتابعت والحمد لله والشكر، جت بالمخازن ووزعنا للطلاب، وسع تقريبا 90% عدا بس فقط الطلاب اللي جونا حاليا انتسبوا حديثا للمحررين من الجانب الأيمن، يعني قبلناهم، عندنا تعليمات موجهة من قبل التربية بأن نقبل الطلاب اللي يجونا من الساحل الأيمن، فنحن قد نقبلهم قد نستقبلهم ونحاول نذللهم الصعوبات بأي طريقة من الطرق.